كلما كانت الجزائر كلها وبدون مراقبة، ما فيش مراقبة، ما فيش أقصد المراقبة الإدارية، ما كانش عندنا إدارة كما راهم موجودة اليوم، لكن المناضل البسيط كان يخرج من حدود الولاية الرابعة من الورشنيس وهز شكارة نتاع الدراهم ويوصلها حتى المغنية ما يخصش منها فلس واحد. شكارة نتاع الدراهم هذا الجانب كان جانب مهم وكان يمثل القوة، كان يمثل الطهارة، كان يمثل النزاهة، والطهارة والنزاهة تولدت عنها الثقة، الثقة بين المجاهدين كمجموعة اللي تعتبر المصير نتاعها واحد، الثقة بين المجاهدين وبين الشعب. إذن كان المراقب الحقيقي والرادع هو الضمير نتاع كل واحد. حقيقة كانت الثورة المسلحة وكانت أحكام الثورة في بعض الحالات قاسية لأن الظروف كانت تفرض هذا، ولكن لأهم من هذا كله هو الضمير